السلطة القضائية أثناء التحقيق يستخدمون وسائل أخرى، مثلا الكاميرا. الكاميرا أثناء التحقيق مع المتهم يقدرون على مود المتهم باكر عقب ما يقول بأنه عذبوني، لا أكو كاميرا موجودة وكذا. يعني أكو هواي أمور حديثة، الدول الحديثة قدرت بأنه تأخذ وتستفاد من هاي الأمور، ولكن بالعراق مع الأسف لحدث خصوصا ما وإحنا سجلنا حالات وفاة بقضايا التعذيب أثناء التحقيق، يعني هناك شواهد موجود على ما تتحدث. موجود. أنا دائما لما أطلع أستاذة يعني أنا دائما أعطيك مثال في كل البرامج. يوجد لدينا ضحية اسمها عدي حاتم سليمان، بسبب تشابه الأسماء في بزيبز اعتقلوه وشدوا إيده، أدى إلى قطم إيداناته، بتره إيداناته اثنيناته، هذاك هو موجود. الولد خطية يعني معاق هسه حاليا، لا رعاية اجتماعية ولا أي شيء، موجود بالأنبار، واللي قاموا بالتعذيب حاليا موجودين ويداومون وطلعوا بالكفالة. هناك حالات كثير من الضباط والشخصيات واللي بالأجهزة الأمنية أحيلوا القضاء وحكم عليهم وعوقبوا يعني. بس طبعا خرقت القوانين، خرقت هذه الأنظمة طبعاً اللي تحث على احترام لكن الإنسان. لكن بالمقابل يعني أكو ناس طبعا فوق ال يعني فوق ال يعني ذولا ناس شلون نقول حيتان بالعالم السياسي، أكو ناس لا ما يقدر يوصلهم يعني. بس كثير من الضباط من ناس حكمت يعني في قضايا التعذيب والاضطهاد و يعني مع الأسف يعني أكو حالات يعني أنا شفتها يعني كقاضي وبعدين كمحامي يعني يعني مأساوية حقا يعني من قبل الجهات اللي من المفترض أن تنفذ القانون. طبعا أكو تعذيب، نعم أكو حالات تعذيب القضايا، سواء القضايا السياسة أو غير السياسة أو حتى القضايا الاعتيادية العادية يعني أكو تعذيب.